ضربت محلية أبو حمد شمال ولاية نهر النيل أمطار غزيرة استمرت لأكثر من 3 ساعات بمعدل بلغ 40 مليمتر. صاحبها سيول قادمة من ولاية البحر الأحمر، حيث طالت التأثيرات حي الجوز أكبر أحياء المدينة بجانب مربع 2 وبعض الأحياء الطرفية. وتشير الإحصاءات الأولية لغرفة الطوارئ والدفاع المدني بالمحلية إلى انهيار أكثر من 30 منزلا بشكل كلي بجانب جرف السيول للعديد من المتاجر وجرف وغمر بعض المحاصيل والأفدنة الزراعية. وتفقد المدير التنفيذي لمحلية أبو حمد رئيس غرفة الطوارئ بالمحلية يحيى خالد عبد الباسط، يرافقه أعضاء غرفة طوارئ الخريف وأعضاء لجان الحرية والتغيير بالمحلية، تفقدوا أحياء الجوز ومربع 2 القلعة. وأشار عبد الباسط إلى أن المياه لا تزال تحاصر المنازل، وأكد بأنهم سيعملون على إيواء الأسر التي في العراء، ووجه إدارة الدفاع المدني لحصر الأسر المتضررة.